السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي ندير معكم واحد الكغاطان ديال الخضره. غادي نستعمل فيها الخضره وغنستعمل فيها حتى لي بات. المهم غادي نقول لكم شنو غادي نحتاجو وعاد نبدا نبلبل عليكم. غادي نحتاجو البطاطا، قطعتها طريفات صغارين ودرت وسلقتها بشويه ديال الماء مليحه. المهم انا ما غاديش نعرف نقول لكم القياس حيتاش كل واحد هو اللي كيعرف شنو شحال عنده تبارك الله ديال الدراري وشحال في العائله ديالو. نفس الشيء درتو الخيزو، قطعتو طريفات صغارين وسلقتو حتى هو. درت انا الدنجال حتى هو قطعتو دي بتي مورسو وغادي نسوطيه مع واحد البصيله والثومه. القرعه الخضراء حتى هي. وبغيت نقول لكم البنات بلي ماشي ضروري ديروا هاد الخضره اللي درت انا، يعني كل واحد وشنو هي. نورمالمون كتجي فيها بزاف ديال الخضره، يعني شوفي انت على حسب شنو عندك في الدار. عندك الفلفله حتى هي ديريها، عندك اللفت، عندك البسباس، اللي عندك البواغو حتى هو كيجي فيها. انا ما عنديش للاسف. مهم اللي عندكم استعملوه، يعني جلبانه حتى هي كتمشي. المهم اللي عندك في الخضره. شديت لي بات حتى هما سلقتهم صغارين، ما عرفتش واش كيبانوا لكم هادو لي بات اللي على شكل ارقام وحروف. انا سلقتهم نورمالمون، خصني نستعمل دوك لي بات اللي صغارين، مي انا ما عنديش اليوم. استعملت عندي غير هادي استعملتها. ديروا اي نوع ديال لي بات، غير هو ما يكونش كبير، من الاحسن يكون صغير باش ما تعزلش لكم الخضره في جهه ولي بات في جهه، حيت كلشي غيتخلط وغادي تخشى في الفران. كيف ما قلت لكم جوج فصوصه ديال الثوم مازال غادي ها هما غادي نحكهم مع البصله باش غادي نشحر فيهم القرعه والدنجال. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج سكنجبير، غادي نحتاج الخرقوم، وغادي نحتاج التحميره والبزار بيان سو حتى هو غادي نحتاجو. و بيان سو ما غاديش نساو الملحه. مهم غادي نبداو على بركه الله. غادي نوريكم غادي كي غادي ندير. غادي نشحر البصله مع الثومه. فوالا نشعل بعدا البوطه. نتمنى يكون داكشي كيبان. فوالا غنا ندير شويه ديال الزيت. الزيت راه هنا غادي نحك هاد جوج جويسات ديال الثومه. قولوا لي شنو هي اعلى حاجه عندك؟ نقول لك يحك الثومه، ما كنحملهاش، كتعجبني الثومه ناكلها ولكن ما نحكهاش. ولكن ضروري ما الطياب ما يجي فيه الثومه، هي كتعطيه البنه. ما كانتش كتعجبني الثومه كره كاع ما كندخلها للدار.
الكره درت هنايا الدجاج وغادي ندير عليهم البوطه ماشي ماشي مهيله متوسطه وغنخليهم حتى غادي ينزلوا وديك الساعات عاد غادي نجي نشوفوا ملي غادي ندير العطريه وغادي ندير لاباراي اللي غادي غادي تمشي مع هاد اللي غادي نديرها فوق الكراتون باش ندخلوا هادشي للفران. دابا البنات ملي الخضره راها طاحت شويه بدلت شويه غادي ندير العطريه غادي تشوفوني العطريه اللي درت لكم قبيله غادي ندير سكينج بير غادي ندير الخرطوم غادي نزيد هاد الخضرة هادي نحاولوا البنات تخلطوها مزيان باش ما تبقاش لكم مثلا الخضره الفوق والتحت والتحت لي بات ولا البطاطا بوحدها باش ديك العطريه وديك ديك الصوص ديك العطريه تشرب كل يتشربوها كل شيء زعما ايش فوالا كنظن صافي بركه
وزيت من الحزاويه تبان لي هنايا واحد البلاصه بيضاء. فوالا نشوف من هنا يا سي بون صافي. انا شديت المول ديال الكراتان دهنته دجاج بزاف مازال ما غاديش نحتاجو ولا لا دوخ غادي نوريكم غادي نحط فيه الكراتان. وعاد قلت لك غادي نصايبو كيف ما قلت لكم غادي نصايبو ديك لاباراي اللي غادي ندير من فوق. هنا كيبقى عندكم نتوما لو شوا، الا بغيتو ديروا الفرماج هنايا يعني ما بين الطبقين، اوكي ما بغيتوش ديروا نتوما حرين. غنشوف انا غادي ندير ما بين الطبقين، غادي ندير الفرماج ديال الكراتان. فوالا غادي ندير هذا غراتان كيزر، هذا ديال الكراتان نورمالمون غادي نديرو. نتوما اي فرماج عندكم ماشي ضروري هذا اللي عندي انا، اي فرماج اللي كيجي في الكراتان غادي ديرو. جبتو من الفريكو من المجمد داكشي اش باقي داير، ما بون سي با غاف انا نحطو بحال هكا. درنا رسالة رولنا الدنيا هنا. غادي نزيد هذيك لا دوزيام بارتي اللي بقات، هذاك الشيء اللي بقى وغادي نزيدو. فوالا دابا غادي نصايب معكم لاباراي وغادي نديروها فوق الكراتان وغادي ندخل الكراتان للفران اللي ديجا انا راني مسخناه. المهم ما مسخناش هذا دايره على 100 حتى نبغي ندخل الكراتان وديك الساعات نزيد ندير 180. يلا نتلاقاو واحد شويه. شنو غنحتاج لاباراي البنات؟ غادي نحتاج لا كريم فريش، غادي نحتاج دانون طبيعي. كنظن لا كريم فريش ماشي ضروري، الا ما عندكمش دوبلو دانون طبيعي ديرو جوج. غنحتاج شويه ديال الحليب، جوج ديال البيضات، سمحوا لي الابزار ومليحه. بغيتو ديروا الابزار ابيض ديروه، كنظن انا غادي ندير الابزار ابيض. فوالا بالنسبه لاباراي البنات غادي نحتاج لا كريم فريش، غادي نحتاج يوغورت طبيعي، غادي نحتاج جوج ديال البيضات، غادي نحتاج شويه ديال الحليب، بزار بيض ماشي ضروري، اللي ما عندكمش البيض ممكن تستعملوا الكحل عادي البزار عادي. وغادي نحتاج مليحه بطبيعه الحال الملح. من بعد هاد لاباراي غادي ندير الفرماج فوق الكراتان. انا خديت جوج ديال انواع، خديت هذا ديال الكراتان وخديت هذا ديال هذا ايمونتالا وطبيعه الحال موتزاريلا. المهم نتوما على حسب الفرماج اللي عندكم، ماشي ضروري ديروا نفس الفرماج اللي درت انا. غادي نبداو نوجدوا لاباراي.
غندير مازال موتزاريلا من الفوق. تاي 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 نقطعها هكا دوائر وغادي نديرها. هاد الموتزاريلا البنات كنستعملوها بزاف وعندي فيها بزاف الوصفات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم كاملين. فوالا انا كتعجبني هاد الموتزاريلا نديرها من الفوق باش كتعطي داك اللون ابيض، وملي كتهزي داك الكراتان داك المورسو كتبقاها هكا كتجبد معاك، كتعجبني بزاف. فوالا البنات الكراتان ديالنا صافي راه واجده، انا غادي ندخلها ان شاء الله للفران وملي غادي طيب غادي نتلاقى معكم نوريكم كيف جات. فوالا البنات ها خرجت الكراتان من الفران، احبقه سخونه انا خرجتها من الفران، غادي نقطعها وغادي تشوفوها معايا. غادي نقطع معكم البنات دابا الكراتان وغادي تشوفوها كيفاش جات وكيفاش كتكون. انا غادي نقول لكم بلي كتجي غزاله 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 وما كرهتكمش تجربوها. شحال من وحده فينا بعد المره كتقلب ثلاجتها كتلقى شيطين، اش غنقول لك، جوج خيزويات وجوج بطاطات وقرعه وداكشي. دونك هاد الوجبه كتجي زوينه بزاف، هيا هيا سخونه وفي نفس الوقت عامره بالخضره وداكشي، يعني تالدراري كي فوالا. فوالا هي كي كتجي. المهم نتوما نورمالمون خليوها حتى خليوها سميتو خليوها تشرب مزيان في الفران ملي طفاو عليها خليوها. انا حقاش كان خصني دابا نكمل لكم الفيديو، ما غاديش ناكلها، غادي نخليها مازال في الفران حتى تشرب مزيان وتعقد وعاد غادي نتغدى، ديجا مازال عندي ما يدار. يلا البنات نتمنى يكون هذا الفيديو ديال اليوم عجبكم، نتمنى انكم تجربوا الوصفه وانكم تعطيني الراي ديالكم الا جربتوها وتقولوا لي كي جاتكم، واش طلعت لكم زوينه، واش عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم وتهلاو فراسكم بزاف.